Κύριε Βασίλευ, επωρό
خطيت
αξών με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Λιάννα ειντάκα الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات وواهب الحياة هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيضيع فمي تسبيحك. هو ذا وقت عمل الرب بارك يا سيد. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. صلي لأجلي يا سيد. يسدد الرب خطواتك إلى كل عمل صالح. يذكرك الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ευλόγησον δέσποτα. مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
سلام إلى الرب نطلب. كيريا سلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. كيريا إلهي لأجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. كيريا إلهي لأجل أبينا ورئيس كهنتنا جوزيف المحقق وكهنته المكرمين وشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا إلهي لأجل ملكنا ومساعديه وجنوده ولأجل مؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا لأجل هذه البلدة وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا غلال الأرض وأزمنة سلامية إلى الرب نطلب. كيريا إلهي لأجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتعبين والأسرى ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا إلهي عبدنا وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك. كيريا سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين ولنودع المسيح الإله ذواتنا بعضنا بعضا وحياتنا كلها. سيكي يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون، أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية، لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. هلما نبتهج بالرب ونهلل لله مخلصنا. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسي، نحن المرنمين لك
بالاعتراف وبالمزامير نهلل لهم، فإن الرب إله عظيم وملك عظيم على الأرض كلها. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسه، نحن المرنمين لك هللويا، لأن بيده أقطار الأرض وله قمم الجبال، لأن البحر له وهو صنعه، ويداه جبلتان اليابسان. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسه، نحن المرنمين لك هللويا. المجد للأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهر آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لا يموت، لقد رضيت من أجل خلاصنا أن تتجسد من والدة الإله القديسة مريم الدائمة البتولية. لِيُخَلِّصَ نُفُوسَنَا
المجد للأب والابن والروح القدوس. اذكر يا رب عبيدك بما أنك صالح، وتجاوز عن كل ما خطئ به في حياتهم، فإنه ليس من أحد بلا خطيئة سواك أنت القادر أن تمنح الراقدين الراحة الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيتها الأم القديسة، أم النور المعجز البيان، نكرمك بنا شائد ملائكية، ونعظمك بتقوى. بما أنك للأسرى معتق وللمساكين مجير وللسقماء طبيب وعن الملوك مناضل، أيها العظيم في الشهداء جورجيوس نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. Aegios Ischiros, Aegios.
المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الدائر آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة وأنمها لأن يمينك غرستها. اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة وأنمها لأن يمينك غرستها. اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الأبرشية وأنمها لأن يمينك غرستها. جوزيف الجزيل الشرفي والوقار والمختار من الله أبونا وسيدنا وراعينا مطران بترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن فلتكن سنوه كثيرا. جوزيف الكل الاحترام والمختار من الله رئيس كهنتنا فلتكن سنو افرحوا بالرب وابتهجوا أيها الصديقون وافتخروا يا جميع المستقيمين. صوفيا طوبى للذين غفرت ذنوبهم والذين سترت خطاياهم. صوفيا
فصل من رسالة القديس بولس إلى العبرانيين. يا إخوة، إننا معتقدون من جهتكم أيها الأحباء ما هو أفضل وأقرب إلى الخلاص، وإن كنا نتكلم هكذا لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أبديتموها لأجل اسمه، في كونكم قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. وإنما نروم أن كل واحد منكم يبدي هذا الاجتهاد بعينه لكمال يقين الرجاء إلى المنتهى، لتصيروا لا متثاقلين بل متقدين بالذين يرثون المواعد بالإيمان وطول الأنا حقا. هللويا اسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد. في ذلك الزمان دنا إلى يسوع إنسان وسجد له قائلا: يا معلم، قد أتيتك بابن به روح أبكم، حيثما تراه يسرعه فيزبد ويصرف بأسنانه وييبس، وقد قلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. فأجابه قائلا: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون عندكم وحتى متى أحتملكم؟ هلما به إلي. فأتوه به، فلما رآه للوقت صرعه الروح، فسقط على الأرض يتمرغ ويزبد. فسأل أباه: منذ كم من الزمان أصابه هذا؟ فقال: منذ صباه، وكثيرا ما ألقاه في النار وفي المياه ليهلكه، ولكن إن استطعت شيئاً فتحنن علينا وأغثنا. فقال له يسوع: إن استطعت أن تؤمن فكل شيء ممكن للمؤمن. فصاح أبو الصبي لساعته بدموع وقال: إني أؤمن يا رب، فأعن قلة إيماني. فلما رأى يسوع أن الجمع يتبادرون إليه انتهر الروح النجس قائلاً له: أيها الروح الأصم الأبكم، أنا آمرك أن أخرج منه ولا تعد إليه من بعد. فصرخ وخبطه كثيراً فخرج منه، فصار كالميت حتى قال كثيرون أنه قد مات. فأخذ يسوع بيده وأنهضه فقام. ولما دخل البيت سأله تلاميذه على انفراد: لماذا لم نستطع نحن أن نخرجه؟ فقال لهم: إن هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. ولما خرجوا من هناك اجتازوا في الجليل ولم يكن يريد أن يرى أحداً. وكان يعلم تلاميذه ويقول لهم: إن ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتلوا يقوم في اليوم الثالث. حقا ضاق صاصي Spoiler.
باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. إخوتي الأحباء، اليوم فرحة كبيرة عنا بالأبرشية من خلال رسالة الشماس الإنجيلي سليم حداد. فرحة أولاً للعيلة الصغيرة تبعه، لمدامته، لبناته، لأمه، لأبوه، وكمان فرحة للأبرشية مع الكهنة اليوم الملتقيين معنا بهذه المناسبة. فرحة للكنيسة جمعاء، لأنه كل مرة بنوجد كاهن الشعب المسيحي بينتعش من جديد. بآخر الرسامة هلأ رح سلمه لشماس سليم الوديعة، والوديعة هي عبارة عن الحمل اللي المطران بيهي منه الذبيحة الإلهية. نعطيه جزء منه ومنقول له خذ هذه الوديعة واحفظها، لأنه ربنا يسوع المسيح سيسألك عنها. وبيخذها الشماس من إيد المطران وبيوقف ورا الهيكل، وهونيك بيصلي وبيتخشع. هذه الوديعة هي جسد المسيح ودمه، يعني جزء من الكنيسة. سليم قبل أن يستلم الرعية، المطران رح يسلمه جزء من الكنيسة من خلال الرعية. وبتعرفوا أنه الله سيدنا يسوع المسيح يسأل سليم عن هذه الوديعة، عن الكنيسة، عن الرعية اللي رح يستلمها يوما ما. وحتى الكاهن أو الشماس الإنجيلي يتذكر شو واجباته مع أبناء الرعية. الكنيسة حددت لنا ثلاث مهمات للكاهن أو للراعي، وهودي على أساسهم الرب بده يحاسبه. أول مهمة مطلوبة من الراعي هي مهمة التعليم، يعني الراعي بده يكرز على رعيته، بده يوعظ. وحتى يقدر يوعظ الراعي بالرعية بده هاي بيقدر يحكي شو ما كان، مرة واثنين وثلاثة بالسنة، ولكن الناس بتمل، ومنا سهل الناس تنجذب وتسمع. لسبب واجبه الكاهن أولا أنه هو يدرس كلمة الله حتى يقدر يعلمها للمؤمنين، يعني بده يقراها، بده يتأمل فيها خلال الأسبوع، وبده يجي يوم الأحد يوصلها للمؤمنين. إذن الكرازة هي شغلة مهمة جدا جدا، أو هي المهمة الأولى بحياة الراعي. إضافة للكرازة، الكنيسة بتقله أنه بدك تعلم أيضا التعليم المسيحي. من واجباته أيضا الراعي أنه يسهر مش بس على الوعظ بالكنيسة، كمان على مسألة التعليم. كيف بده يعلم؟ مش تعليمه الخاص، يمكن عنده أفكاره، المطران عنده أفكاره، والخوري عنده أفكاره، ولكن الراعي بده يعطي تعليم الكنيسة. ما بيحق له يعطي تعليم شو ما كان، ويكرز شو ما كان، ويلقن الرعية أو الصغار بالرعية الأولاد شو ما كان. في تعليم كنسي بده ينتقل من خلال الراعي إلى الرعية. إذن المهمة الأولى للراعي وبده يسأل الرب عنا الراعي هي التعليم. ومثل ما قلت التعليم بده تحضير. المهمة الثانية المطلوبة من الراعي هي التقديس، يعني مطلوب منه أنه يحتفل بالأسرار لرعيته. بده يقدس لهم أول شيء، بده يكللهم، بده يعمد لهم، بده يعمل لهم الميرون المقدس، بده يعمل لهم المناولة، بده بس يموتوا كمان يصلي عليهم، بس يتكللوا كمان. كل شيء الخوري، السبع أسرار أو ست أسرار بدو يعطيهم لأولاد الرعية. والأسرار بدها كمان تهيئة. اليوم ما عدنا نقدر نعمد، نجي على الكنيسة نقول له يا أبونا عمد لنا، أو نتكلل من دون تحضير.
الكاهن واجباته يسأل العروسين ويلتقي معهم مرة واثنين وثلاثة يعرفهم حتى يعترفوا يمارسوا سر التوبة تيقدروا يتقدموا على سر الزواج. كمان المناولة بدو يهيئ اللي بدون يعمد أولادهم بدون يجوا لعنده على الكنيسة بدو يشرح لهم معاني المعمودية معاني السر اللي عم ياخدوا الأولاد. كمان بالدفن الكاهن بدو يقول كلمة تعزية وكلمة رجاء للأهل. إذن الاحتفال بالأسرار هي المهمة الثانية المطلوبة من الراعي. أما المهمة الثالثة والأخيرة فهي التدبير أو الرعاية. التدبير والرعاية هي الاهتمام بشأن الرعية، يعني بده يكون الراعي يعرف رعيته، بده يكون الراعي بزور الرعية، بده يروح لعندهم على البيوت يدق عليهم البيوت، بده يتفقدهم، إذا في مريض بالرعية بده يحمله المناولة وياخذ له إياها، إن شاء الله تخلص هالأزمة حتى يقدروا الرعاة يرجعوا من جديد يحتكوا برعاياهم. إذن هودي ثلاث مهمات أساسيات بحياة الراعي، وما بيقدر يعيش كهنوته إلا من خلالهم. وهون دور الخورية اللي بصير طالب بصير الخورية المستقبل إنه هي كمان تساند الراعي بخدماته. جابرييلا وشو اسمها صغيري رافاييلا وجابرييلا بدهم يعرفوا إنه سليم مش بس بينقلهم بدو يصير باي لكل الرعية كلهم سوا بدو عيطولوا يا أبونا بكرة بصيروا يغاروا هني بس يكبروا ويتوعوا شوي على الحياة إنه كل الناس بتعيطلوا لبي بتعيطلوا أبونا وكأنه صار شقفي من الرعية الكاهن. لهالسبب هذه المهمات الثلاثة مطلوب كمان من تالا. أنا خلال الأسبوع الماضي طلبت منه لسليم إنه يطلب منه لتالا تكتب كلمة إنه ما بتمانع الكنيسة بتاخد رأيها كمان للخورية. كتبت الرسالة تالا حلوة كتير تأثرت فيها بس قريتها إنه هي ما بتمانع لبل بتحبز وبتساند زوجها بحياته الرعوية حتى يقدر يتكرس أكثر فأكثر لخدمة أبناء الرعية اللي بده يتعين فيها. من هون يمكن يدقوا علي بالليل للأبونا يا أبونا عنا مريض عم سحلنا إياه بده يقوم بده يترك فريش والخوري ويروح تيمسح المريض يا أبونا عنا زلمة من المستشفى بك تجي تناولنا إياه. كمان بيبقى عم يتغدى بده يترك غداء لأبونا ويقوم من شان يهتم بهذا المريض. إذن حياة الكاهن المتزوج ما بتعود كلها لعائلته بده يعرف يخصص جزء كبير منها من أجل الرعية والرعية والعائلة كمان هي بدها تقبل بهذا الشيء بدها تقبل أنه في ناس عم يتقاسموا لي بي مش بس لألي هو بي لكل الرعية. إذن اليوم باسمي واسم الكهنة منحب نهني سليم حداد على هذه الرسامة منهني عائلته أمه وأبوه وزوجته وأولاده منهني الأبرشية بهذه الرسامة الجديدة على مذبحها حتى نقدر منصلي له كمان اليوم حتى ربنا يوفقه بحياته منصلي من شان عائلته كمان نحملهم بصلاتنا حتى الرب يكون إلى جنبون. أمين. حتى إذا كنا مصونين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين. آمين. المثيلون نشأ
فلنطرح عنا كل اهتمام أبانا وبطريركنا يوسف المغبوط وإخوتنا السادة الأساقفة أعضاء المجمع المقدس الشماس سليم وعائلته الذي سيرتسم كاهنا على مذابح برشية بيترا وفيلادلفيا وشرقي الأردن وجميع الخاطرين ببال كل واحد منا، فليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. يا ستا كهنوتك، فليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المطوبين الدائم الذكر الذين عمروا هذه الكنيسة المقدسة والذين سبقت لهم الخدمة فيها من رؤساء كهنة وكهنة وشمامسة وعلمانيين وعلمانيات وعبيد الله الأساقف الذين خدموا هذه الأبرشية، بولس سلمان ومخيل عساف وسبي وكيم وجورج المر الذين رقدوا على رجاء القيامة للحياة الأبدية، وجميع موتاكم في المسيح، فليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. تحف به الطغمات الملائكية على حال غير
هلا اذا بتسمعوا رح نبلش الرسامه. الكاهن الجديد رح يدخل من الكنيسه من عند الشعب لانه هو مختار ايضا من الشعب، وشماس الانجيل رح يدخله، بعدين اثنين من الكهنه بياخذوه بيبرموا فيه حول المذبح لانه التكرس يتم ايضا حول المذبح، لانه مهمته الاساسيه للكاهن انه هو يكرز في الرعيه ويحتفل بالاسرار داخل الرعيه. هذا هو العبد المختار من الله ومن الروح الكلي قدسه، أخونا الشماس الإنجيلي سليم حداد الكلي الورع المزمع، أن يبتسم كاهنا لخدمة المذبح الأبرشي الأسري المباركة، وذلك عن يد أبينا ورئيس كهنتنا كيرج زيف إجبار الموقف رئيس أصاحب الأبرشية الكدرة وفلنسيا وسائر شرق الأردن. أدعم الله سيادته ونفع الشعب المسيحي المؤمن ببركته وصلواته، فلنقل لأجل مبتسم ثلاث مرات: يا رب ارحم، 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 يا رب ارحم. المجد لك أيها
النعمة الإلهية التي في كل حين تشفي المرضى وتكمل الناقصين هي تنتدب الشماس الإنجيلي الكلي الورسليم الكلي الورع للدرجة الكهنوتية، فلنطلبن أيضا من أجله لكي تحل عليه نعمة الروح الكلي قدسه. إلى الرب نطلب. أيها الإله الأبدي الأزلي الأقدم من كل خليقة، يا من أكرمت بلقب الكاهن من استحقوا أن يخدموا في هذه الدرجة المقدسة كلمة حقك، أنت يا سيد الكل ارتضي بأن يتقبل عبدك هذا الذي سررت بأن يرتسم بوضع يدي نعمة روحك القدوس العظيمة هذه بسيرة نقية وإيمان ثابت، وأظهره لك عبداً كاملاً مرضياً لك في كل شيء وسالكاً سلوكاً لائقاً بالكرامة الكهنوتية العظيمة الممنوحة له من سابق معرفة قدرتك، فإن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. يا رب. لأجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. لأجل أبينا ورئيس كهنتنا جوزيف الموقر وكهنته المكرمين والشمامس الخدام المسيح جميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. لأجل عبد الله السليم المرتسم الآن كاهناً وخلاصه إلى الرب نطلب. لأجل أن يمنحه الرب إلهنا المحب البشر الكهنوت بلا دنس ولا عيب فيه إلى الرب نطلب. لأجل هذه الكنيسة المقدسة وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنينها إلى الرب نطلب. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعضدنا وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين، ولنودع المسيح الإله ذواتنا بعضنا بعضا وحياتنا كلها. أيها الإله العظيمة قدرته والغير المستقصى فهمه والعجيبة آراؤه فوق بني البشر، أنت يا رب املأ عبدك هذا الذي ارتضيت أن يدخل في الدرجة الكهنوتية بموهبة روحك القدوس لكي يصير أهلاً لأن يقف بلا عيب أمام مذبحك ويكرز بإنجيل ملكوتك ويخدم كلمة حقك ويقدم لك قرابين وذبائح روحية ويجدد شعبك بحميم إعادة الولادة حتى يلاقي هو أيضاً ابنك الوحيد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح في مجيئه الثاني، وينال من لدن صلاحك أجرة التدبير الحسن المختصة برتبته، فإن اسمك الكلي الإكرام والعظيم البهاء مبارك وممجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. هل الكاهن الجديد رح يأخذ الثياب الخاصة بالكهنوت؟ وعلى كل قطعة من الثياب الأسقف مع الشعب بيقولوا أكسيوس. أكسيوس هي كلمة يونانية تعني مستحق. الكنيسة مهم أنه تقول الكاهن مستحق. أكسيوس.
ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دار الدارين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك. بالآب والابن والروح القدوس الثالوث الواحد في الجوهر وغير وبرب واحد يسوع المسيح
ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو الآب الجوهر الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى في أمد الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف حسنا ولنقف بتهيب فلنصغي لنقدم بسلامنا القربان المقدس. رحمة سلام ذبيحة تسبيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. ومع روحك. نرفع قلوبنا إلى العلاء. ها هي عند الرب. أشكرنا الرب. نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونجزل لك في كل مواضع سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل ولا يرى ولا يدرك دائم الوجود والكان هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت خرجتنا من عدم إلى الوجود وبعدا سقطنا عدا فأقمتنا وما زلت تصنع كل شيء حتى صعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكك الآتي من أجل هذه كلها نشكرك ابنك الوحيد وروحك القدوس كما نشكر لك كل ما لنا من أحسناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي رضيت أن تقبلنا من أيدينا مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة ورباط من الملائكة ناثرون لديك الشيروبين والسرافين ذوي الأجنحة الستة وذوي الملائكة محلقين وظاهرين مرنمين بنشيد الظفر هاتفين وصارخين وقائلين قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك هوشعنا في فكلوا هذا هو جسدي
الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. ما لك مما هو لك نقربه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، لك نشكر يا رب. كاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم. أنس إنه واجب حقا أن نغبطك يا فرانسيس وأبا روما الطباوي وأبانا وبطرياركنا يوسف المغبوط وإخوتنا السادة الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، وأنعم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام أصحاء مكرمين معافين مديد الأيام مفصلين بإحكام كلمة حقك. اذكر يا رب أبانا ورئيسك التي لا تزيف في المعقر، وأنعم على كنائسك المقدسة أن يكون في سلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا بأحكام كلمة حقك. قدسهم في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين.
واحدة بصوت واحد ونقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك. بعد أن ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب كيريا إليسون كاملا مخلصا كيريا إليسون كيريا إليسون كيريا إليسون. نسأل الوحدة في الإيمان وشركة الروح القدس ولندع المسيح إلى ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها لك يا رب. إلا أيها السيد لأن نشر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبانا أنت الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في الجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين آمين. السلام لجميعكم ولروحك. أحنوا رؤوسكم للرب لك يا رب. نعمة ابنك الوحيد ورافته ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. فلنصغي. الأقداس للقديسين قدوس و
وذكرهم يدوم إلى جيل أنك أنت حقا المسيح ابن الله الحي الذي أتى إلى العالم ليخلص الخطأ الذين أولهم أنا. وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر وهذا هو دمك الكريم، فأطلب إذن إليك أن ارحمني وتجاوز عما زللت به عمدا أو سهوا، بالقول أو بالفعل، عن معرفة أو عن جهل، وأهلني لأن أتناول بلا دينونة أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. آمين آمين. مبارك الآتي باسم الرب، الرب هو الله وقد ظهر لنا. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري، يا ابن الله، لأنني لا أقول سرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة، يعترف لك صارخا، اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس، اذكرني يا إلهي. متى أتيت في ملكوتك؟ بل كلس اعترف لك يا إلهي.
متى لقد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث غير المنقسم لأنه خلصنا. تمتلئ أفواهنا من تسبيحاتك يا رب لأنك أهلتنا لأن نشترك في أسرارك المقدسة الخالدة الطاهرة احفظنا في القداسة لنشيد بمجدك ونهذ النهار كله ببرك. هللويا هللويا هللويا. قفوا أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة الخالدة السماوية المحية الرهيبة. أشكر الرب شكراً لائقا. كيريانيسون لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لننطلق بسلام باسم الرب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. إيتون مكيريو إفلويمنون أبوتونين كيوستو اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. بركة الرب ورحمته تحلان علينا بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. رح نسمع كلمة صغيرة من شماس سليم من أبونا سليم. بعد الشكر لله الآب والابن والروح القدس لا يسعني اليوم إلا أن أشكر وأشعر بالامتنان لكل من سهر وتعب وصلى وتابع أمور دعوتي بشكل مباشر أو غير مباشر
كل الشكر لكم سيدنا، لأنكم بالرغم من محدوديتي وضعفي وقلة حيلتي إلا أنكم ارتأيتم في هذا الكاهن الذي سيكون معاولا صلبا وجديا لكم بمعونة الله وصلاتكم قديسا. كل الشكر لوالدي اللذان منحاني نعمة الحياة وتعبا على تنشئتي وتربيتي في جو عائلي مقدس أثمر كاهنا وراهبا والكثير من الأولاد والأحفاد. أشكر الله عليكم شكرا لزوجتي الحبيبة وشريكة دربي إلى القداسة التي كانت بالفترة المنصرمة سندا وعونا لي وشريكة في تقديس عائلتنا الصغيرة، وهي اليوم تنتقل معي إلى سر الكهنوت المقدس لنقدس سويا عائلتنا الأكبر. كل الشكر لإخوتي سالم في كندا وأخواتي نانسي ونورما والراهبة ريتا والصغيرة المدللة رشا وعائلاتهم، لقد كان لكم أثر كبير في دعوتي وأنتم لربما لا تعلمون، فشكرا لصلاتكم من أجلي. كل الشكر للأباء الأجلاء في إكليريكية القديسة حنة في المقر البطريركي في لبنان، والشكر الجزيل لجامعة الروح القدس الكسليك التي أتممت بها دراساتي اللاهوتية، والشكر الجزيل أيضا للأباء الأجلاء في المعهد الإكليريكي في بيت جالة، المكان الذي خطوت فيه أولى خطوات الدعوة المقدسة. كل الشكر والعرفان لسيادة المطران إليب شارة حداد الذي منحني سيامتي الشماسية المقدسة. كل الشكر للأباء الأجلاء الذين رافقوني بإرشاداتهم في طريق الدعوة، سيادة المطران سليم الصايغ وقدس الأب توما وقدس الأب رفيق خوري وقدس الأب بسام الدير وكل الأباء المعرفين الذين لكثرتهم يصعب علي ذكرهم بالاسم، ولكن جميعهم في قلبي صلاتي، فشكرا لكم جميعا. كل الشكر لإشبينية قدس الأب بولس حداد الأخ والصديق وكاهن رعيتي، وقدس الأب سامي قندح الشيخ الحكيم والملهم، لقد كنتم دوما السند والعزوة في حضوركم وصلاتكم، فشكرا لكم. كل الشكر للجنود والجنديات المجهولين الذين عملوا أو صلوا بالخفاء حتى أصل لهذا اليوم المبارك. كل الشكر لكم جميعا حضورا ومتابعين، كهنة إخوتي الكهنة شكرا شكرا كثير، ورهبان وراهبات ومكرسين ومكرسات وعلمانيين لبركة وجودكم اليوم بجانبي لتصلوا من أجلي. شكرا لفضائية نورسات الذين قاموا بخدمة التصوير اليوم، الشكر الجزيل لكم على تعب محبتكم. شكرا جزيلا لكل من تعب في التحضير لهذا الاحتفال من كهنة وجوقة وأصدقاء، شكر خاص لإخوتي كيريلوس وصموئيل، شكرا على تعبكم ومحبتكم، وأطلب منكم جميعا السماح إذا كنت قد نسيت أحدا. أرجوكم جميعا صلوا من أجلي حتى أكون بشارة حية ولا أنثني يوما عن نشر هذا الخبر السار، المسيح فيما بيننا. شكرا. المجد لك أيها المسيح الإله، رجاؤنا المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة والقديسين المشرفين الرسول أيها الرب الإله، أن توفق صاحب السيادة راعي الأبرشية الفائق الاحترام والجزيل الوقار مطراننا جوزيف، ألا فاحفظه يا رب إلى سنين كثيرة، إلى سنين كثيرة، إلى سنين كثيرة.
الصلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا أمين. مرتين مرة أخرى مبروك رسامي للعائلة الكبيرة والعائلة الصغيرة، الله يخليكم جميعاً.